كل سنة وحضراتكم بألف خير. خلاص الأجازة خلصت، العام الدراسي الجديد على الأبواب، وبالمناسبة دي كمان عقد اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد. الوزير أشار لعدة نقاط هامة جدا ومجموعة من القرارات اللي تهم التلاميذ وأولياء الأمور. على رأس هذه القرارات تطبيق الغياب الإلكتروني، كمان موضوع الزي الموحد، وأشار إن المناهج هتشهد موضوعات جديدة عن الذكاء الاصطناعي وعن ريادة الأعمال. كمان تحدث الدكتور رضا حجازي عن إنشاء مدرسة العباقرة للمتفوقين في التجمع، بجانب موضوعات كتير جدا هنناقشها عبر الهاتف مع الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي أهلا بيك معنا في برنامج التاسعة، ولو حضرتك يا فندم يعني توجز لنا أو تلخص لنا هذا المؤتمر يعني وهذه التفاصيل يا فندم. في البداية خلينا ارحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وخليني اقول لحضرتك ان يمكن مؤتمر الصحفي اليوم الرسالة الاساسية بتاعته هو توفير كل المعلومات وبعث رسائل الطمأنة للطلاب واولياء الامور حول كافة الاجراءات اللي يمكن اتخذتها الوزارة على مدار الفترة اللي فاتت، وايضا الاستعدادات الخاصة بكل تفاصيل العام الدراسي الجديد. ويمكن زي ما حضرتك ذكرتي احنا يعني الدكتور رضا حجازي اكد على عدد من النقاط الهامه، ويمكن ابرزها ما يتعلق بتطبيق قواعد العام الماضي فيما يتعلق بامتحانات الثانويه العامه. النظام امتحانات الشهاده الاعداديه بنظام البوكلت سيكون متروك لاختيار كل مديريه يعني تختار وفقا لظروفها وما يتناسب معها بالتنسيق مع المحافظ، ولكن في النهايه والهدف الاهم هو تحقيق نظام منضبط للامتحانات سواء في الترم الاول او الترم الثاني. ايضا كمان الدكتور رضا حجازي استعرض عدد من الاجراءات او حزمه الاجراءات اللي اتخذتها الوزاره خلال الفتره اللي فاتت للتخفيف عن كاهل اولياء الامور، سواء فيما يتعلق بطرح مواد تعليميه وتدريبيه على موقع الوزاره بتوفر كافه المعلومات والشرح العميق والتدريب على الاسئله، بالاضافه لبنوك اسئله الكترونيه يقدر الطالب من خلالها يدخل على اختبارات الكترونيه يحدد من خلالها نقاط الضعف والقوه الخاصه به. ايضا حتى فيما يتعلق بالنقطه اللي حضرتك ذكرتيها المتعلقه بالزي المدرسي، هو القرار كان خاص بوضع المواصفات العامه، هو مش زي موحد لكل المدارس. طيب النقطه بقى دي يا فندم عشان بس فيها ممكن يبقى فيها لبس، الزي الموحد هو موجود زي موحد؟ لا، هو زي موحد داخل المدرسه بالظبط، يعني هو الفكره بس اعاده التاكيد على القرار بان كل مدرسه تبقى ملتزمه بالزي الموحد داخلها للطلاب. صحيح، وده في اطار انتظام سير العام الدراسي. الاختلاف بقى فين يا فندم؟ ما فيش اختلاف، هو تاكيد بس على الالتزام بان طلاب كل مدرسه او كل مرحله دراسيه داخل المدرسه يكون لهم زي موحد ومواصفات محدده. ده الفكره. لكن المدرسه ما تجبرش او ما تلزمش اولياء الامور من شراء هذا الزي من مكان بعينه. لا طبعا، لا طبعا، ده غير مطروح. هي دي النقطه بالظبط اللي كان بيؤكد عليها طبعا معالي الوزير، انه بالتاكيد لكل مدرسه في زي موحد، لكن مرفوض تماما انه المدارس تلزم اولياء الامور بشراء الزي الموحد من مكان بعيد. لا، ولي الامر له حريه الاختيار ان هو يجيب الزي المدرسي بنفس المواصفات المطابقه للقرار الصادر من المكان اللي هو يختاره. بنفس اللون، بنفس المواصفات، بكل حاجه، ولكن ما فيش مكان طبعا يعني يتم اجبار ولي الامر عليه ان هو يشتري منه الزي يعني. طب بالنسبه لاقساط كمان المدارس، مصاريف المدرسه يا فندم؟ الحقيقه ان طبعا كان في قرار وزاري منظم للاعلان عن المصروفات سواء المتعلقه بالمدارس الحكوميه، وايضا كمان كان في قرار وزاري صادر بشرائح الزيادات الخاصه بالمدارس الخاصه، وده تم الاعلان عنه طبعا بشكل مفصل. واكدنا مرارا وتكرارا على ان الوزاره بتتابع باستمرار التزام المدارس بتطبيق الزيادات المقرره، وفي حاله طبعا اي مخالفه ولي الامر عليه انه يتقدم بشكوى رسميه، والوزاره على الفور طبعا بتبحث الموضوع وبتنزل لجنه بحث مالي واداري علشان ترفض المخالفه لمحل الشكوى يعني. طيب بالنسبه لانشاء مدرسه العباقره للمتفوقين يا فندم؟
الحقيقه ان مدرسه العباقره يعني هي طبعا فكره جديده ومتميزه، والحقيقه ان هي هتضم الطلاب افضل الطلاب الاوائل في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم، ويعني هتقدم لهم عدد من المزايا المختلفه، نظام دراسي مختلف بالتوأمه مع مدارس اجنبيه وجامعات دوليه، بالاضافه لكمان جامعه مصريه، هيكون عندهم منح مختلفه يقدروا ان هم يستخدموها. يعني الحقيقه طبعا ده بياتي في اطار حرص الدوله والوزاره على الاهتمام بالنابغين والمتفوقين وجمعهم في مكان يتم الاهتمام بيهم، يعني تمهيدا طبعا لاستخدامهم بشكل افضل وتقلدهم مناصب كويسه واستخدامهم بما طبعا يفيد في تنميه المجتمع والدوله بشكل عام. طيب برضو يعني الحقيقة يمكن في تفاصيل كتير بالنسبة للمناهج يا فندم، برضو كان في حديث انه يعني ليه علاقة بالمناهج، هو لو الحقيقة طمن أولياء الأمور بس. خليني أشرح لحضرتك، هو ما الدكتور رضا حجازي النهاردة اللي أعلن عنه هو العام الدراسي الحالي هو بيشهد تطبيق التدرج اللي حصل في تطوير المناهج اللي هي كانت بدات بالرابعه ابتدائي ثم خمسه ابتدائي. العام الدراسي الحالي هيتم تطبيق المناهج المطوره للفصل السادس الابتدائي. هيتم طبعا تم وضع الاطار العام لمناهج المرحله الاعداديه، وهيتم البدء في تطبيقها خلال العام الدراسي 24 25. ويمكن في نقطة تانية متعلقة بالموضوع ده اللي تم طرحها في البداية خالص، بداية المؤتمر الصحفي، الدكتور رضا حجازي أكد عليها، وهي فكرة إن تطوير منظومة المرحلة الثانوية هيتم إطلاق حوار مجتمعي يضم كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة لعرض كافة التوصيات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية للوصول في النهاية لآليات محددة يكون مطروحة على الرأي العام وأولياء الأمور والطلاب، علشان خاطر ما يبقاش في أي عنصر مفاجأة أو أي حاجة يعني تبقى سبب مصدر قلق بالنسبة لأولياء الأمور أو الطلاب. وطبعا هي في النهاية التطوير هيتم بما يعني يمثل المصلحة الفضلى للطلاب طبعا. بكل تأكيد بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ شادي زلطة، متحدث باسم وزارة التربية والتعليم.